يعد المسرح شكلا من أشكال التعبير عن المشاعر والأحاسيس والأفكار المختلفة باستخدام فني الكلام والحركة، كما أنه يتيح مساحة كافية من الإبداع، وهو ما هدفت وزارة الشؤون الرياضية على تحقيقه من خلال تنظيم مسابقة إبداعات شبابية بين الأندية. بالنسبة للجانب المسرحي في إبداعات شبابية، هي الواجهة الأولى اللي بدأت تظهر المؤلفين المسرحيين والمخرجين والممثلين وحتى النجوم اللي هم اختصاصيين المكياج، اختصاصيين الديكور، اختصاصيين الجماليات اللي يضيفوا لك اللمسة الفنية في كل حدث معين. بالنسبة للمسرح، إبداعات شبابية أعطته كامل المجال بدون أي عائق بالنسبة للإبداع، بالنسبة للإبداع في الإضاءة، في التأليف المسرحي، في التمثيل المسرحي، في مساعدة الإخراج، في الإدارة المسرحية، وحتى في الأعمال الفنية المصاحبة للفعاليات المسرحية. المسابقة التي يعد مجال المسرح أحد فروعها أوجدت فرصا كبيرة للشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية في مختلف فروع المسرح، وهو ما ترجمه أعضاء فرقة مجال المسرحية من خلال عرضهم بروفايل ممنوع، والذي تحدث عن برامج التواصل الاجتماعي وسلبياتها، كما أبرز العمل عددا من الوجوه المسرحية المتميزة، كما قدم بعض الشباب أنفسهم من خلال إبداعهم في فن السينوغرافيا بأنواعها، الإضاءة والديكور والموسيقى والمكياج وغيرها من المجالات، حيث قدموا عرضا أمتع كافة الحضور وتفاعلوا معه بشكل كبير. نوصل حال الجمهور، يعني الناس، نوصلهم أن في سلبيات في التواصل الاجتماعي، في سلبيات وفي إيجابيات، فيعني ناخذ من عشان يعرفون يعني وش معنى السلبيات وش معنى الإيجابيات في هذه البرامج. كل شخص أريد يبرز نفسه، فكل إنسان عنده موهبة، فإحنا لازم نطلع موهبتنا حق الناس، يعني ما حلو نخلي الموهبة داخلي. الرسالة إن إحنا نوصل حال المتابعين اللي هو الاستعمال المواقع للتواصل، مواقع التواصل، إن يعني إحنا نستخدمها بشيء حسن، بشيء زين، ما نستخدمها بأشياء سلبية، إنزين، أو إن إحنا نستخدم هذه المواقع التواصل حال الضحك، أو إنه شوفوني أنا عندي كذا أو عندي كذا، نستخدمها لأشياء حلوة، نستخدمها نفيد المجتمع. المسابقة في هذه المرحلة ستكون بين الأندية على مستوى المحافظة، ليترشح عرض واحد ويمثل المحافظة في المرحلة النهائية بين المحافظات وعلى مستوى السلطنة، وهو ما يخلق أجواء تنافسية بين العروض المترشحة في المسابقة. من محافظة مسندة ولاية بوخا، نجم بن عبد الله الشحيل.